أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: مكان أدائها يسن فعلها بالصحراء قريبة، وتكره في الجامع بلا عذر. نعم، قال مكان أدائها، مكان أداء صلاة العيد يسن فعلها بالصحراء قريبة، يعني صحراء تكون قريبة، المهم في الخلاء، في الخلاء تكون صلاة العيد، ولا تصلى في المساجد، لا تصلى في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها كذلك، ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه والصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة في مسجد النبوي بألف صلاة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في الصحراء ولم يصليها في مسجده، فدل على أنها تؤدى في الصحراء، وأنها في الصحراء أفضل منها في المسجد، حتى لو كان هذا المسجد مسجد النبوي. واستثنى أهل العلم مسجدا واحدا وهو المسجد الحرام، فإن صلاة العيد تقام فيه. المسجد الوحيد الذي تقام فيه صلاة العيد ويستحب ذلك هو المسجد الحرام، أما غيره من المساجد، من المسجد النبوي إلى المسجد الأقصى إلى غيرها من المساجد، كل هذه الأفضل أن تصلى صلاة العيد في الصحراء وليس في المسجد، واختيار المذهب تكره في المسجد ما عدا المسجد الحرام، تكره أن تقام في المسجد إلا لعذر، والعذر نوعان، إما أن يكون عذرا عاما وإما أن يكون عذرا خاصا. العذر العام يعني كل أهل البلد ما يستطيعون يصلون في الصحراء، ريح، مطر، عواصف، زلزال، أي شيء، يعني بروق، يعني أي شيء يعني يمنع الناس أنهم يقيمون الصلاة، فهنا يقال لهم خلاص صلوها في المساجد، فهنا كل الناس صلوها في المساجد. أما الخاص واحد مريض كبير في السن ما يقدر يروح المصلى، فهو لا تقام لهم الصلاة في المسجد. وذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان بالكوفة أقامها في الصحراء، وأقام جعل من يقيمها في المسجد لمن لا يستطيع الحضور إليها بالصحراء، أيضا فتح المساجد لإقامة صلاة العيد. لذلك يسن فعلها بالصحراء، أي صحراء قريبة، وتكره في الجامع بلا عذر. وقلنا العذر إما أن يكون للعامة وإما أن يكون عذرا خاصا لبعضهم. نعم.